هو يعني هو القانون الجديد حيعمل هذا. يعني يعني بصيرش يظل الدنيا هيك فلت. مزبوط. هو كان طوعيا واختياريا ولكنه كان مفيد حتى يحقق الأهداف اللي أنا حكيت لك عنها، أن يكون في نوع من الشفافية وتوحيد للأجور وسهولة النقل من مكان إلى آخر. ويعني حسب ما الآن ما بتحدث الأستاذ الدكتور أنه هناك تعديلات على هذا القانون حتى تأخذ في الاعتبار ما هي المستجدات اللي حصلت من سنة 99 لليوم، يعني في حوالي 20 سنة. ولكن أنا يعني بأكد لك أنه هذا سيقع ضمن مشروع حتى أكبر اسمه إطار المؤهلات المهنية. نعم. إطار المؤهلات المهنية يعني كان في لجان كثيرة اشتغلت عليه، وهيئة الاعتماد التعليم العالي يمكن وضعت التقرير، والتقرير هذا سلم إلى مجلس الوزراء، والآن أنا بعرف أنه هو في ديوان التشريع. بموجب الحكي هذا يعني كل الناس اللي موجودين على قوة العمل الأردنية سيصبح لهم تصنيف حتى من رقم واحد إلى رقم ثمانية، أعتقد أنهم عشر مستويات. لأنهم أخذوا بالمعا بكالوريوس والمعا دبلوم والمعا ماجستير والمعا دكتوراه، إضافة للمستويات الخمسة اللي أنا تحدثت عليها. فإحنا بنعتقد أنه يعني قانون تنظيم العمل المهني وإطار المؤهلات المهنية رح يخلق يعني نوع من النقلة النوعية إلى الإعداد المهني. لكن أيضا أنا بدي أقول لك أنه في أخطاء، يعني أنت سألتني عن القصور، القصور موجود. أولا هي النظرة الاجتماعية للتعليم المهني والتقني، هذه النظرة دونية نسبيا. ما هو إذا وفرنا كرتوني تتعلق على الحيط صحيح صحيح بنحل المشكلة. هذا صحيح. هو يعني هلا الطلاب اللي بيدرس بالصف الثامن والتاسع والعاشر بتلاقي اللي نتائجهم أقل، وهذول بسموهم لو أتشيفر، أبو المدعي التدريب المهني. وحتى في الثانوية العامة اللي بتكون معدلاتهم أقل شوية بيروحوا يعني على التعليم الفني أو التعليم التقني، الأكثر بيروحوا على التعليم الجامعي. فإحنا في عندنا نظرة اجتماعية ولكنها سوف تتغير بوجود فرص العمل المجزية والمنتجة. هو هذا الجزء.